كان مادي ان انا قال لك ايه؟ يقول لي انا لازم اخد حد منكم، لازم انتوا اخد انا حد اخويا. منكم. هو ده والد شهاب، انا مش عايزه ارجع حضرتك لاي لحظات مؤلمه، بس انا عايزه اعرف انت حضرتك عرفت ازاي؟ انا عارفه ان حضرتك كنت مسافر. جالي تليفون، حل صوتك شويه. جالي تليفون من السعودية قال لي في مشاكل مع عمر وشاب. سألني على حد فيهم محدش بيرد عليه هنا من المخيم، قلقت زيادة يعني. بعدها بنص ساعة كده لقيت تليفون بيرن عليا من ابن أخويا برضه في لبنان، أنا قايل البقاء لله. أنا يعني تاني يوم حجزنا وقمنا جينا أنا وأخويا، ما جينا هنا ازاي قال لي ما يندفنش الا ما لما يدفن. نعرفش. لما اتصلنا بيهم هنا قالوا قلت لهم ما يدفنوش الا لما لو قعدنا لبكره ما يدفنوش الا لما بكره. حجزنا على ما خلصنا ركبنا على طول وجينا، يا ربك صلينا العيشه ولقيناها دي. مش مصدق اصلا. هو احنا لحد الان مش مصدقين ان ابننا مات؟ طالب بايه؟ طالب قصاص العاجل، طالب بدمه من كتر يكتر. هو ربنا غدر دي ربنا مش الاول ده. دي ما وانتوا يستاهلهاش، بعد دي ما يستاهلهاش. يستاهلها واحد عشان ده شاب مجرم بيروح شغل من الصبح ما يجيش الا اخر النهار، ما بيشربش سجاير، ما بيشربش سجاير. واحد صعب قاعد جنبه بيشرب سيجاره، لو شم الدخان كان بيكح، ما كانش بيطير الدخان بتاع السجاير. كان مستاهل في شغل والناس كلها بتحبه. أكيد أنتوا شفتوا جنازته وشفتوا عند المقابر والدفن. إحنا ما كناش عارفين نطلع ابني من الإسعاف عشان ننزله الجامع، من كتر الناس وأصحابه كانوا بيقولوا اصحى يا شاب اصحى يا شاب. الإسعاف طلع تاني والناس قالوا له ارجع بظهرك عشان ينزل من الإسعاف على الجامع. بيقولوا له دوس دوس في الناس عشان توسع لك. قلت له أنا لازم أصلي على ابني، إحنا لازم نصلي، إحنا مش عارفين ننزل ابننا الجامع، لنا لازم يخش الجامع يتصلي عليه. من كتر الناس ما هي جايه وحزينه، من كتر الناس ما هي حزينه. الناس مش اصحابه، مش اصحابه هيتهبلوا، اصحابه هيتهبلوا عشان مش مصدقين. ابني يوميها يوم الجريمه كان ابني في المصيف جاي بعد صلاه الجمعه، عامل فيديوهات هناك هو واصحابه وهم بيرقصوا على الشط هناك. يعني هو ما كانش في نيته، لا لا، عياله كانوا في هو المصيف يجي او في احتكاكات مباشره للبشر. عياله كانوا في المصيف من يوم الخميس ماشيين بعد العشاء. هو قال لي ما تخلاش بلاش العيال تروح المصيف، احنا بنخاف عليهم هما الاثنين. الناس بتروح بتغرق، والناس ما تروحش يا شاب. قال لي يا ماما هنروح مش هننزل الميه، هنروح مع اصحابنا نقضي يوم مع زي الاصحاب، بيطلعوا مع بعض بيقعدوا على الشط ويتفسحوا مع بعض، يغيروا جو الشغل وجو الخناقه. راحهم قلت له يا شاب وهو ماشي لو بيفتح، قال لي افتح البوابه. ما قلت له بابا مفعول. قال لي طب ازولي لي الجاكيت بتاعي من البلكونه. سالته قلت له يا شاب خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اخوك. قال لي حاضر يا بابا حاضر. يوم الجمعه كنت بعد الصلاه يا دوبك اتغدتم وقعد شويه، ايه الشطف ونام. التاني ما نمشي، يا ابني انت بقالك يومين داخل من الاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي، زي ما يكون بيودع كل حاجه كان بيودعها في الشقه. يا ابني خش خد لك دوش، خش نام. يقول لي ماشي ماشي. فين وفين بقى على ما انام؟ ما نامش الا رب الكريمه، ما فيش بنص ساعه، نص ساعه نزل الشارع 10 دقايق. حصل حصل فجأة، فجأة كان ابني كان نايم على السرير، فجأة ما لقيتوش. على اليوم الواقع نفسه، يوم الواقع احنا لينا جراج هنا جنب البيت، هي اللي عندنا توك توك وعندنا موتوسيكل. كان ابني المتوفي ده كان حبه وكان دايما قاعد في المكان اللي هو متواجد فيه الموتوسيكل ده. صورة شهاب الله. المكنة دي كانت عزيزة عليه، كان مسمى التفاح. يجي الناس يقولوا رايح فين يا شاب، يقول له رايح اقعد جنب التفاحة بتاعتي يا ماما. كان دايما حابب المكان. في يوم اهله ولا لما اتحدى على عمر زمايله اتصلوا بيه قال له تعالى الحق اخوك متعور. كان نايم، كان في المصيف قبلها بيومين وما شافش النوم بقالي يومين يا قلبه، كان لسه نايم يعني كان لسه رايح في النوم. قام جري طبعا ولا من قله نوم يومين ما نامش، ومع نايم ومع ان هو الجعزه جات له فجاه
نزل جري يشوف اخوه، لا اخوه كان مديله اصابه في وشه هنا مخيط، هو في الاساس بيشتبك مع ده، هو نزل بيشوف اخوه، نزل يشوف اخوه لما اصحابه اتصلوا عليه قالوا له الحق متعود ده زغر بالخنجر واحد. فهو لما راح اشوف شاف اخوه، لا اخوه متعود، فبيوطى على اخوه يطمن عليه، يشوف اخوه قام زغده زغده جات له في عضله القلب، عملت له نزيف في ساعتها. طعنه بايه؟ فده لما اخوه واقف في الارض بيوطى عليه كافر، قام برضه مديله سكينه في دماغه. وراي عمر الاصابه اللي في دماغه، يعني بعد ما اخوه قتله ما رحمش ده برضه تاني، قام مديله اصابه تاني في دماغه وهو موطي يشوف اخوه. الشارع انا لو ماما الوقت طلعت كشفت لك في الارض هتلاقي قدام هوريها الناس خط الدم واخدني اول الشارع لحد ابني لما اتصاب في نص الشارع من يمه من حلاوه روحه وحبه في الجراج اللي في مكانته، جرى تلات خطوات اول ما خد السكينه على قلبي وحط ايده على قلبه وجرى لعند الجراج وقام مرمي في الارض. انا طبعا كنت في الشقه ما شفتش حاجه وما اعرفش حاجه وما حدش قال لي حاجه، فنزلت على السويد جاري رحت لقيت متعور، اول ما شفت ده ومن كتر الناس ما كانت ملمومه وما شفت الشهاب، فلقيت سلفتي بتشدني تعال ابنك اهو ابنك اهو، ما اعرفش ان شاب اصلا من صاب، انا مفكره ده بس اللي مصاب. رحت على ابني ما فيش الا توك توك قدامنا، ما فيش اي وسيله مواصلات، كانت الساعه 11 بالليل ان احنا ننجز الولا ونودي الولا، كانوا بيركبوه في التوك توك الواد بسم الله ما شاء الله ابني طويل واخد طول عمامه، الولا بنحطه في توك توك من طوله وهو شداد، ما احناش عارفين اصلا نقعده ولا نعمل، انا ما عرفتش اقعد جنب ابني عشان اروح معاه المستشفى، هما نيموه وخدوه وطلعوا. وجي واحد جارنا ربنا يصلح حاله وليد جاب العربيه الملاكه على ما طلعها وجه وخدنا وجرينا وراه المستشفى. حبيبتي رحت مهبوله في المستشفى ادور على عيالي، دخلت الاوضه اللي هي بتاع الاستقبال، فين شهاب فين شهاب؟ ما هو شهاب اللي كان منصاب قوي، دخلت لقيت عمر قالوا لي دي مش شهاب يا ماما دي عمر خلاص، حسيت ان هو بيخوت يعني في الروح لسه. طب فين شهاب؟ الاقي شهاب في اوضه الانعاش والدنيا اتقلبت من المركز، كل دكتور يطلع ابني فيها محدش بيرد علي، وقاعدين قدام المستشفى كلنا على امل برضه ان هو مثلا الاصابه خفيفه هيخيط والولد هيطلع. وبعد مات الله يرحمه. الشاب شهاب في السنة في الدبلوم، كان آخر سنة امتحن 25، وأصيب شقيقه إصابات بليغة جدا جدا بسبب اعتداء من أحد الجيران عليه بسبب خلافات سابقة. جينا القرية علشان نعرف إيه الحكاية وإيه القصة بالظبط، يعني خلص تعزينا لكي، البقاء لله، ربنا يرحمه وإن شاء الله حقه يجي يعني بالقانون إن شاء الله، إحنا مستنيين القضاء. احكي لنا ايه اللي حصل، ايه الخلاف السابق اللي وصل الامور ان هي توصل لكده، وهل كان في تهديدات؟ المجرم كان عايز يمشي ابني في الغلط، كان عمره حوالي 15 سنه كان عم يمشي في الغلط وما رضناش، فجي بعد كده عمل معانا مشاكل، بدايه المشكله تهجم علينا برضو في البيت عندنا في مدخل البيت، اعتدى عليا بشرف وقضى الاصابه صبعي بصبعي. ده الخلاف السابق، دي اول مشكله بدات خالص. تهجم علينا نط من البرنده بتاع بيتهم بتطل على بيتنا واحنا في مدخل البيت وتهجم علينا بشرف لنا بيت هنا ولا البيت، وكان جاي اصلا الاعتداء كان على جوزي لان جوزي كان ظهره اللي مش شايفه، فانا اللي كنت شايفاه، فانا صدرت دراعي على كتف جوزي ان انا احوش الضربه عن جوزي لان هو ما كانش شايفه اصلا، اخدتها جت في دراعي اصابت بصبعي خيطت فيها 7 غرز. وبعدها برضو اتعدى على جوزي بعد ما انا رحت المستشفى عشان اخيط واعمل بلاغ، اتعدى على جوزي تاني في الشارع، جوزي تليفونه وقع في الشارع، اهله سرقوا التليفون. بعدها بقى هو اتحكم على لبس نسيج، اخد حكم. تمام. من يوم ما اخد حكم بالسنه بعت لي طبعا الناس عشان تفاضيني، انا ما رضيتش اصلي لان هو طبعا عامل مشاكل مع الدنيا كلها والناس كلها عايزه تنتهي، يعني الناس عايزه حقها، فقلت مانيش هعمل زيهم عشان حقي يروح برضو، يعني يقعدوا يتمادوا، فلازم بقى في وقفه. فجينا بقى بعدها بدات التهديدات، انا هوقع لك عيل من عيالك، انا هذبح لك عيل من عيالك،
احنا لنا يعتبر شارعين اهالينا كلنا اولاد عم، مفيش الا هما البيت الوحيد اللي هما مش قريب. فاحنا لنا هنا ثلاث بيوت في المنطقه تبعنا، فكل شويه يقول لك انا هحط في كل بيت انبوبه واولع لكم في بيوت. لازم اخلي بيوتكم دي فحم، مع تهديد ان هو يوقع عيل من العيال. يعني هو هدد كمان هدد ان هو يوقع العيل من العيال، وكان في الشارع قدام الناس كلها. قال لي لازم اوقع لك عيل من العيال، اخرتك هديك هديه زي ما اديت لعم. يعني ايه؟ يعني ايه كلبيه سابقه؟ والدته لما هو حاول يقتل عمه والسكينه جات له في الطحال وتعب، ولحد الان بيغسل كلبه ومريض لا حول له ولا قوه. عمه حتى عمه ده ساب البيت وطلع واشترى بره. عشان برضه يعني هو كان سابق ليه انه اعتدى على عمه واحدث بيه اصابه ودفع ديه ليه مقابل الاصابه اللي هو حدثها فيه عشان يتنازل عشان ما تبقاش رعب في قتله. تمام. وتعدى برضه على ابن عمنا هنا بالشارع عنده دكان بيظبط هدوم يعني وكلام من يعني ده. هو ليه مشاكل كتير كتير. واحنا هنجيب لكم الجرايم، عامل 6 جرايم في البلد. حبيبتي. الناس النهارده بيقولها هنجمع له كل الجرائم اللي هو عاملها ونجيبها تظبطوها في المحل. دخل عليه الدكان، كسر له المكان بتاع الخياطه وتهجم عليه برضه، يعني بشكل مع الشارع كله. خلينا في وقعه شهاب ويعني الامور لما وصلت يعني قبل الواقعه بالظبط، هل كان في احتكاك معين؟ هل في كان مهدد ابنها قبلها بيومين بالقتل؟ اخو شهاب. انت اللي كنت موجود، بدايه اشتباكك معاه او بدايه اشتباكه معاه كانت بادئه ازاي؟ كان في مشاكل قديمه، ولما حكمت عليه بسنه فبيهددنا بالقتل، فكنت قاعد انا واخويا في الجراج. بعد ما جه قام رايح الولا قام خابطني، اخويا قام جاي قام لحقني قام رايح خبط واحده في قلبه، قام رايح مرمي في وقتها. ألف سلام عليك. يعني إن شاء الله يعني أتمنى لك الشفاء العاجل وربنا يرحم شهاب. يعني